من جديد تحياتي لاحلى متابعين. اليوم عندنا رينج روفر 6 سلندر اتش اس اي سوبر تشارج 2014، نعم، ولكن بنكهه الدايناميك، ضوء لدويك زانون، ومن بعدها سنسر امامي، نعم، بدل الكاميرا عندنا 5 كاميرا 360 فيو، وكمان هالرينج بصف لوحده وبين سيارتين، وادي بيدرو فريم لوحده عند الزوم. شوفوا هالجريل وكلمات الرينج روفر جلوسي بلاك، جانتي الدايناميك 21 انش، ومن بعدها شبك الغطاء جلوسي بلاك، كمان شبك الرفراف، كمان الكفر تبع المرايا جلوسي بلاك، بقلبها كاميرا كرمير 360 فيو، بقلبها بلايند سبوت، بدور بيفتح البصمه، ومعكم الخبر انه بواب وشفط. شوفوا معي هالسحبات، وبالنهايات عندنا غطا الصندوق كهرباء، نعم، عندنا سنسر وكاميرا على الاريال، الداخليه تو تون بين الاوف وايت وبين الاسود، طبعا دبل اي سي دبل هيتد سيتس، والسقف بانورامي كولر بوكس، نعم. بنبلش بالداخليه تو تون بين الاسود والاوف وايت، مالتي فانكشن ستيرنج وهيتد ستيرنج ويل، نعم، كبسه السعاده هون من اللي ايه، هيدي الشاشه الكبيره بقلبها 360 درجه كاميرا، وهيدي الكبسه البارك اسيست بصفها الرانج بين سيارتين لوحده، هيتد سيتس وكمان فنتيليتد سيتس. الرانج روفر جلوسي بلاك، حتى السمكه جلوسي بلاك، وكمان كفر القطاره مثل ما وعدتكم نكهه الدايناميك. هلا جواب تعملوا برمي وتكتبوا لي رايكم بالتعليقات. فإذا يا أحلى متابعين اللي طلبوا رينج روفر 6 سلندر يكون بنكهة 8 سلندر الدايناميك، طلبوا عن صديقنا متابعنا رواد، يترك كل شيء يتواصل معه، مثل ما دايما بنقول الله يبعد درباتي، هني صاحب النصيب، صوره ورقمه لرواد عنا على الويب سايت تركين موتورز.com.